السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في علم اسلحه الصيد. اليوم احنا في الرمايه، بغيت نقدم لكم اخ اشرف بدري من تونس، عنده بندقيه جميله اللي بغيت نقدمها لكم اليوم، وديما كنصح بها الاخوان اللي يبغونينغ بي 125 ولا بي 125، هي هذه برو سبور اللي نخلي اشرف يقدمها لكم. واللي بغيت نوضح لكم بزاف على البندقيه بانه دار لاكروس بلا كونفيرميتي، زعما الطبقه اللي كنت درت عليكم في واحد الدرس من الشركه ديال مانويل ريكارد، الشركه برتغاليه. وعندي الاخ ديال سميتو ابراهيم هو اللي كيتكلف بهذا الديتاي على حساب لاكروس بلا كونفيرميتي المطابقه. الاخ اشرف مرحبا بك معنا اليوم. السلام عليكم. باش تعرفوا الاخ اشرف من تولوز، جا من تولوز اليوم باش يجرب البندقيه ديالو هنا في كوناس في النواحي ديال باريس. كي جاك اليوم هذا ستاند ديجا اللي عندنا في كوناس؟ ما شاء الله ستاند بيان دي بو تراجيكتوار. جيت ولاد عم بكون صاحبي ابراهيم بارك الله فيه، هو سوي كيما عملي شو باسي بور لي بور فار ان كروس سور ميزور. الا كان ممكن جوست توريهم البندقيه لا كروس والنوع ديال، ولا ممكن تكلم لنا شويه على البندقيه؟ الو سا سي ان بوا شوازي بور موا بور موا على دو ابراهيم. يعني كروس سور ميزور، سي ان كروس وا سور ميزور لي بون كوت كيفو لا توش نتاعنا ان شاء الله. فوالا شنو كتشوف ديك لا توش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك. فوالا اون فاج لي سي بور لا بروميير فوا سي سي ريغان. فوالا يا با بيزوان دو فورسي سا فا تو سول. فوالا كيما سمعتوا الاخ اشرف كيما قال لكم البندقيه لا بوزيسيون البلاطو ملي كتكون لا كونفير بالعبار بالميكرو ما كيكونش عندك مشكل لا في البلاطو ولا في الصيد. ديما كنصح الاخوان ملي كيشروا البنادق كيما بغات تكون ضروري من المطابقه. C'est très important. خليكم تشوفوا بعض اللقطات مع الاخ اشرف ريمايا. نوصلوا ان شاء الله كل بلاطو. C'est au-dessus de la tête à chauffe. Parce que là, il fuit. Il fuit en montant. Il ne va pas le chercher à gauche, il va à gauche. Voilà, bravo. Le G, la chancelle. Ouais. Bravo. Le B. Ouais. Un doublé. Yeah. DF. DF. Ouais. شكرًا أشرف على هذا الشيء. ممكن الإخوان اللي كيسولونا بزاف اللي من تونس من الجزائر من المغرب، واش ممكن تنصحهم في شراء البندقية ديال البرونيك بالنسبة ل Brownie, c'est connu, c'est parmi les meilleures marques. Ouais. C'est des fusils fiables, des très bons canons. D'accord. Et voilà, après, ils ont fait un fusil avec une bascule haute. Avant, c'était connu Brownie avec les bascules hautes. Et maintenant, moi, ça fait presque 4 ans que je tire avec Brownie. J'avais le premier. Mushkil, amra taht li kompan, ou non, jamais. هذا سي لو دوزيام فوزي برونينغ. كان عندي بي 725 لو اس 1 لو بروميير. جي تيري او موان 20000 كارتوش 20000 كارتوش. جامي بروبليم، جامي سوسي. الاخوان احنا سمعنا من الشهاده ديال الاخ اشرف اللي بغى برونينغ يتوكل على الله، ونتمنى يعجبكم الفيديو وتبارك عليكم. هيا السلام عليكم. شكرا خير.